ثورة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح العالم تستحق منا أن نتوقف عندها. فالفكر البشري الذي يعد أساس وجودنا بدأ يتأثر بهذه الثورة، والخوارزميات التي تعد الجوهر الذي يعمل عليه الذكاء الاصطناعي باتت محدداً لمستقبل العالم. ومن طرف آخر، فإن التفكير البشري أضحى رهيناً لمسار يعتمد على أحادية التفكير تغذيه خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ترى كيف لنا أن نفهم كل هذا؟ تعمل الخوارزميات في شتى البرامج والمواقع التي تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي في اتجاهين لفهم عقل الإنسان والتفاعل معه. الاتجاه الأول تنظر إلى ما قام المستخدم بكتابته أو بحثه باعتبار أنه يشكل مجال اهتمامه، وبناءً على ذلك تقدم له ليس فقط ما طلبه، ولكن أيضاً تستعرض له مواداً مشابهة أو تقع في دائرة متصلة بمجال الاهتمام الذي يبدأ. مثال على ذلك، عندما نختار أحد أغاني المطربة أدل في اليوتيوب، تقوم الخوارزميات باقتراح قائمة أغانيها الجديدة والقديمة. بالطبع لا يشكل هذا الأمر مشكلة، لكن خطورة الأمر تتضح عندما يشاهد شخصاً ما بطريق الصدفة مثلاً فيديو يروج لفكر متطرف، فيجد سيلاً من الفيديوهات التي تدور في نفس الاتجاه، ما يعزز الميول المتطرفة لديه. أو في حالة أخرى، شخص يتبنى فكر معين ليجد أن كل ما يشاهده يدور حول نفس هذا الفكر، كأن العالم كله يفكر معه بنفس الطريقة، ويصبح أحادي التفكير وأقل قبولاً لفكرة التنوع والاختلاف. أما الاتجاه الثاني لعمل الخوارزميات، فهو يرتبط بما تضخه من أفكار تتناسب مع توجهات التيارات الفكرية الداعمة للمنصات، وذلك عبر جر المستخدم وحجبه عن آراء معينة. وقد تكون حربي أوكرانيا وغزة مثالين لكيفية اختلاف تعاطي شبكات التواصل مع المواد التي قد لا تتوافق مع الرؤية الغربية. هنا نطرح السؤال، إلى أي مدى ستكون الخوارزميات المحدد الأساسي في تشكيل نظرة الجيل الجديد لمختلف القضايا المعاصرة؟ الحقيقة أن السيطرة التامة على نمط الخوارزميات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي أمر صعب جداً، خصوصاً أنها تعتمد على سلوك المستخدم نفسه وطريقة استخدامه للمنصة الإلكترونية. وإن لم يكن المستخدم على وعي تام، فمن السهل أن يتأثر بمعلومة أو فكرة قد تؤدي به إلى مسارات هدامة. ورغم ذلك، فإن التعامل والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي بات أمراً لا مفر منه، حيث سيأتي اليوم الذي نقول فيه بأن مصطلح الأمية سينطبق على من لا يعرف التعامل مع هذا الذكاء. ولكن من المهم أن يكون هناك وعي متكامل حول كيفية التعاطي مع سلوك الخوارزميات المتحيز، لتجنب الوقوع في الأخطاء غير المحمودة، وللتخلص من أحادية التفكير التي تعد أساس المشكلات التي نعيشها على كل المستويات.